هذا القطار بياخذ عبر الجبال، مناطق اللي ما فيها شوارع، يعني تقدرش تتحرك من جنوب باتجاه شمال سويسرا في الوسط خلال شوارع أو أوتوسترادات، لازم تلف لفة كبيرة. فبيكون هاي الوسيلة إنه يقطع الواحد الجبال خلال الأنفاق من تحتها يعني. في وسط جبال الألب، أنفاق طولها 20 أو 30 كيلو متر، في أكثر من هيك بيكون. أجرة هيك رحلة تقريبا 30 يورو، يعني بتستغرق ما بين 20 دقيقة لنص ساعة. بالاتجاه المقابل، يعني هم حاسبين انه يلتقوا القطارين في المنطقة اللي السكة فيها مزدوجة. الآن مخرج النفق من الجهة الأخرى، يعني البلد اللي متجهين لها، أو طبعا البلدتين يعني اللي انطلق منها القطار واللي وصل إلها على نفس المستوى من الجهات المختلفة، من الجهة الشمالية والجنوبية لوسط القلب. والآن محطة الوصول، يعني انتهى الخط، بتوقف القطار والسيارات لازم تتحرك وتنزل. الآن بيجي الفيديو بعد الباوزة. الرحلة أخذت 22 دقيقة بالضبط. وللأسف الفيديو بيهتز لأنه التابلت مثبت قوي.
عرضنا عليك عملية ربما البعض ما بيعرفها أو ما سمع عنها، برضو للثقافة العامة مش أكثر ولا